يا جماعه ثواني بس. طب نخلص بس الراجل ده عشان نمشي بعد اذنكم. مبروك على الزياره. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وان شاء الله يا رب يعجب الناس كلها بامر الله. يعني احنا تعبنا واشتغلنا فيا رب تعبنا ده يطلع بفايز ان شاء الله. الدور الدور بالنسبه لك. الحمد لله فهد يعني طلع شخص كريم طالب في جامعه مرتبط بجميله اللي هي طلع شخصيتها في الاسامي. ناس كتير بتحصل في الاخر يعني بنتجوز وحياته كويسه. شايف انه يناسب اول بطوله بالنسبه لك من رايك؟ الحمد لله رد فعل الناس كويس ومحترم. انا مبسوط ان الناس خارجه مبسوطه. دي اكتر حاجه ممكن تفرح ممثل الناس تفرح بحلقه مثلا في فيلم. انا مبسوط الحمد لله. في اعمال جديده رجاله قريب ان شاء الله. ان شاء الله. فينك من تامر حسني في الاعمال؟ خدتها ولا ايه؟ فينك من تامر حسني في الاعمال؟ تامر اخويا الكبير. لو في حاجه كويسه لازم نبقى مع بعض. الدراما في رمضان اللي جاي هل في حاجه؟ ربنا يكرم ان شاء الله في مسلسل في رمضان ده ورمضان اللي جاي. ربنا يكرمني يعني. شكرا. سامحني.